النظر وبكل موضوعية. ما كانش واحد في الجزائر من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها ينكر دور الجيش في هذه المصيبة التي ألمت بنا. هذه حقيقة. لولا هذا الجيش، لولا هذا الجيش ما رانا اليوم أمامكم، ما رانا هنا. لولا هذا الجيش لا حدث لنا ما حدث في بلدان أخرى. كانت تعتبر نفسها في منأى عن هذه الأمور، ووصلت بها الأمور إلى ما هي عليها اليوم. لكن الحمد لله، الحمد والشكر لله أن الجيش وقف وأعلنها منذ أول وهلة أنه يرافق مطالب الشعب، يساند الشعب، وبنظرته الحكيمة نحن إن شاء الله على وشك الخروج من هذه الأزمة، نحن على وشك الخروج من هذه الورطة. وما نحن بسبب ذكره اليوم إلا أول خطوة نحو هذا المخرج إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد الوزير.